So, السلام عليكم. أحب الأول أشكر إسراء وندى وفرح من Film My Design على تنظيم الفكرة الجميلة ديت. أنا وليد عرفة وهكون معاكم لمدة الساعة الجاية ديت أو لحد ما الأسئلة تخلص. أهلا يا إسراء. How's my gibberish, Isra? So, أحيانا معلش أنا هبقى ببص تحت عشان أشوف الأسئلة. إحنا هنبتدي الأول بمجموعة من الأسئلة اللي زيك يا إسلام مشتولي فرح مصطفى ضاحي. هبتدي بمجموعة من الأسئلة الأول اللي في الماي ديزاين حطوها، وبعد ما ننتهي منهم ممكن نبتدي ناخد أسئلة من أي سؤال تاني غير الأسئلة اللي هم سألوها بعد ما نخلص دي. فأول سؤال طالب مني إن أنا أعرف نفسي وخلفياتي وتعليمي وكده. أنا اسمي وليد عرفة، عندي 41 سنة دلوقتي، اتولدت في أمريكا، عيلتي صعيدية. أنا هقول يعني كلام مش بترتيب، يعني والدي أستاذ جامعة كان بيعمل دكتوراه في أمريكا، فأنا اتولدت هناك وجيت مصر وأنا عندي 7 سنين. فأنا تعليمي كان ما بين يعني بدايات قليلة جدا في أمريكا، وبعدين 5 سنين في مصر، وبعدين 4 سنين في الإمارات. خدت الثانوية العامة بتاعتي من هناك، دخلت هندسة عين شمس. أنا مش هقرأ التعليقات دلوقتي بس علشان أعرف أكون مركز معاكم. دخلت هندسة عين شمس، زي ما بيسميها بعض الناس مصنع الرجال، أنا عندي ليها اسم تاني بس مش هنقوله دلوقتي. تخرجت من هندسة عين شمس، دخلت ميكانيكا سنة الأول، وبعدين دخلت عمارة تخرجت منها سنة 2001. اشتغلت ساعتها مع نجا ستوديو أركيتكتشر، طارق أبو النجا، من 2001 ل 2006. في 2001 أول مشروع اشتغلت فيه، لأن ده يعتبر حاجة مهمة جدا بالنسبة لي في تعليمي وتكوين المعماري. أنا بعتبر مدرستي الحقيقة في العمارة هي مدرسة نجا ستوديو، هو ده المكان اللي أنا اتعلمت فيه العمارة على أصولها. فأول مشروع كان ريكويم، كان عبارة عن مالتي ميديا انستاليشن، أو يعني تكوين، بلاش نترجم عربي دلوقتي، لكن هو يعني شيء مش permanent structure، يعني تصميم غير ثابت. يعني كان معمول، كان الجامعة الأمريكية في ميدان التحرير عملت مبنى جديد اسمه الفلكي الجديد، نيو فلكي بيلدينج، وكان في مجموعة من الحاجات الخاصة بالقسم الفنون الـ performance and visual arts، فكانوا عاملين حاجة اسمها البلاك بوكس، كان معمول فيها ساعتها عمل افتتاحي اسمه علي جناح التبريزي وتابعه أوفا، وكان في المسرح الكبير، وكان في ساعتها معمول حاجة لشيكسبير مش قادر افتكرها دلوقتي، مش فاكر، كوميدي اوف ايرورز يمكن. والبهو اللي بيوصل للمسرح الكبير كان عبارة عن جاليري، فده اتعمل فيه المالتي ميديا انستاليشن بعنوان ريكويم. الكلام ده سنة 2001، فكانت أحداث 11 سبتمبر حصلت، وكان مقتل محمد أو استشهاد محمد الدرة، الطفل الفلسطيني لو تفتكروه، ممكن الناس منكم يكونوا اتولدوا بعده أو يكونوا من سنه. وطارق أبو النجا ساعتها عمل يعني في وسائط متعددة، يعني هو فراغ معماري وفي نفس الوقت بيعرض، معمول له موسيقى مخصوص لي، ومعمول فيه كمان فيديو اديتنج مخصوص لي. والمشروع ده كان مهم جدا بالنسبة لي في تكويني، لأنه كان في كل العملية التصميمية من أولها لآخرها، من أول التفكير في إيه هو المعنى للتصميم وتحويل المعنى للغة معمارية وفراغ معماري. وبعدين تنفيذ الكلام ده كنا بننفذه بأيدينا، وبعدين يعني تفكير التصميم وبعدين التنفيذ. ف
فراكويم ده كان اول حاجه. بعدين اشتغلت في مجموعه من المشاريع الثانيه مع طارق ابو النجا، من ضمنها الورلد تريد سنتر ميموريال كومبيتيشن، او النصب، مسابقه النصب التذكاري لمبنى التجاره العالمي في امريكا، وهضبه الهرم في مصر، اعاده تخطيط هضبه الهرم في مصر، هضبه الجيزه يعني، هضبه اهرامات الجيزه، مجموعه من المشاريع. وفي 2006 كنا بنعمل حاجه في دبي اللي هي الجانب المعماري في مشروع اوكيانا، اللي هو كان جزء من الجزر اللي بتمثل خريطه العالم، جزء منها كان استراليا ونيوزيلندا، فده او على شكل استراليا ونيوزيلندا، فاشتغلت على ده في 2006. وفي نفس الوقت ده، ودي واحدة من الحاجات الجميلة جدا اللي انا كنت محظوظ بيها، ولا اتمنى ان يكون عندكم نفس الحظ فيها، انه وانا بشتغل مع نجا ستوديو كنت ساعتها والدي عنده حتة ارض في التجمع الخامس وكان عايز يبنيها كبيت عيلة، فانا كنت بصمم الكلام دوت وانا بشتغل في نجا ستوديو، وكنت بصمم الشغل دوت وبعدين بنعلقه، يعني بنعمل زي كريت يعني يتعلق على الحيطة وينتقده كأني في الكلية بالظبط. الكلام ده كان في 2003، في بدايات 2003، فبدأت أصمم البيت. وبعدين سافرنا حتى بعدها أوروبا، في كان في أكتر من حاجة معمارية، فعالية معمارية كنا مشتركين فيها، ولفينا لفة كويسة، وبعدين لمدة شهر ونص تقريبا. ولما رجعت في أوائل 2004 كان الكمية اللف اللي حصلت، يعني السفر اللي سافرته، سافرنا أماكن كتيرة في فرنسا وإيطاليا وسويسرا وإنجلترا، ولفينا على متاحف كتيرة جدا، فكل ده عمل زي عصف ذهني. فلما رجعت مصر ده غير شوية، يعني اديت المشروع بتاع شهر ونص شهرين تاني شغل، وبعدين بدأت أنفذ أبني. فده كان أول مشروع بدأت أبني في 2005، بنيت الهيكل الخرساني، وبعد كده سافرت دبي مع طارق، اشتغلنا على أوكيانا، رجعت تاني بدأت أبني في الحيطان، وخلصت أواخر 2006. وده كان بيت العيلة، فوالدي اسمه عرفة، فسميت المبنى دار عرفة، وهو ده كان يعتبر البداية، يعني هو ده إجابة السؤال في نفس الوقت بتاع إيه هو دار عرفة أركيتكتشر، وإزاي بدأ، وإيه هو الانفولفمنت بتاعي، أو إيه مشاركتي في دار عرفة أركيتكتشر. دار عرفة أركيتكتشر لحد آخر السنة دي كانت ما فيهاش غير شخص واحد بالنسبة للتصميم، ويعني في فترات قصيرة كان بيجي فيها فريلانسرز بيعملوا شوية مهام مثلا زي 3Ds أو كده، وكان بقى بيبقى معايا يوسف عرفة أخويا في التنفيذ على أرض الواقع. ولكن مؤخرا بداية من السنة دي اشتركوا معايا، أو بقى معايا ثلاث مهندسات شباب حديثين تخرج، اثنين منهم من الجامعة الألمانية، واحدة منهم متخرجة من إنجلترا. فهي دي دار عرفة دلوقتي. دار عرفة مش كيان كبير، لحد السنة اللي فاتت كنتوا تقدروا تعتبروه شخص واحد، ودلوقتي بقى في شخص واحد، او اسف مش شخص واحد، بقى في انا زائد ثلاث مهندسات شابات، بالاضافه طبعا ليوسف عرفه في الفيلد او في التنفيذ في الموقع. ده السؤال. والتسميه، سبب التسميه واضحه جدا، لانه هو يعني انا بعتبر واحد من مشاريع التخرج بتاعتي هو المبنى دوت، لان ده اول مبنى اصممه لوحدي من الاول والاخر للاخر، وانفذه اقف عليه في التنفيذ من الاول والاخر، في حاجات اشتغلتها بايدي. فكان ده اول حاجه برضو نقدر نقول ان هي عملت فكره التصميم والبنى، او الديزاين اند بيلد، وبالتالي طلعت اقرب ما يكون للي انا عايزه. كان ساعتها عندي مثلا، لما بدأت أصمم كان عندي 23 أو 24، لما خلصت المشروع كان عندي 26 سنة، خلص هو أواخر 2006، وترشح للأغا خان في الدورة اللي بعدها على طول اللي هي 2010. فدي كانت البداية، وده اللي خلاها تبقى دار عرفة أركيتكتشر. هو
هو ده إجابة برضو السؤال اللي بعد كده اللي هو what was your first solo project، أول مشروع تشتغله لوحدك. وبعدين السؤال اللي بعده كان عن احكي لنا على مشروعك اللي هو مسجد باسونة، لأن هو بيعتبر أنه آخر مشروع latest، بس هو باسونة مش آخر مشروع، باسونة آخر مشروع تم تسليمه أو تنفيذه بالكامل يعني. ففكرته ببساطة وأكيد كتير منكم عارفينها فعشان كده مش عايزين نطول فيها قوي، أنه أنا من 2009 عايش في إنجلترا، ومن 2012 بدأت دراسات عليا في الاركيتكتشر اسوسيشن سكول اوف اركيتكتشر اللي هي الاي اي. كانت الدراسة بتاعتي الحفاظ على المباني التاريخية conservation of historical buildings، والمفروض هي كانت تخلص 2014، بس في 2014 انا اجلت تقديم الثيسس بتاعتي علشان كنت ساعتها بصمم المسجد، لان في 2014 صديقي الشيخ اسامة الازهري معروف ناس كتيرة منكم تعرفه، هو صديقي من اكتر من 16 سنة، القرية اللي هو اصلا منها، هو موليد اسكندرية لكن القرية اللي هو اصلا منها تابع المركز المراغة سوهاج، كان فيها مسجد مبني يعني ارض عليها مسجد بقالها 300 سنة، لكن المبنى اللي من 300 سنة ده وقع من 70 سنة واتبنى مبنى تاني من 70 سنة ما كانش جيد قوي. اللي من 70 سنة ده في 2014 وقع لانه بكذا سبب، يعني كان في مبنى اتبنى جنبه ما كانش محسوب، ما تعملش حساباته الانشائية مظبوط، فده ادى انه يحصل هبوط في التربة تحت الحوائط بتاعت المسجد، مسجد باسونة، فتشرخت الحيطان بتاعته. بعدين كمان السيل وقع السقف، السقف كان عبارة عن بوص وطين، فطلب مني شيخ اسامة الازهري ساعتها ان انا اجي من لندن واجي ابص على المكان، لان الناس كانت عايزة تهده بالكامل، وهو كان خايف ان يكون المسجد ليه قيمة تاريخية او معمارية، فكان عايز ان انا يعني ابص عليه عشان اشوف هل فعلا في قيمة تاريخية او اي نوع من انواع القيم اللي بتخلينا يعني نفضل ان احنا نحافظ على المبنى بدل ما نهده ونبنيه من اول وجديد ولا لا. ففعلا زرت المكان، سافرت مخصوص وجيت وبصيت وعملت تقرير بحالة المبنى من وجهة نظر الحفاظ على المباني التاريخية وحالته الانشائية وكل حاجة وقيمته المعمارية وكل الكلام ده، وتوصلت باختصار انه لا، المبنى ده ما يستاهلش انه يترمم، المبنى ده ما فيهوش اي قيمة، بالعكس المباني الاقدم منه في القرية في ليها قيمة معمارية جيدة جدا، ونقدر نعتبر يعني نقدر نعتبر انه المسجد باعتباره ده المسجد الاساسي في القرية، المسجد اللي في وسط البلد بقيمته المعمارية المنخفضة وتنفيذه السيء وكل الكلام ده، ممكن يكون هو بذرة بداية المباني الرديئة في القرية على خلاف تاريخها اللي كان فيه قيم معمارية وإنشائية جيدة جدا. فكان القرار ان احنا هنهده ونصممه من اول وجديد، ونراعي بقى فيه شوية حاجات كانت يعني عيوب موجودة فيه نظرا للتراكم، يعني انه انتوا عارفين احيانا المباني ديت ما بيتعمل لهاش ماستر بلان، ما بيتعمل لهاش تخطيط عام وبعدين يتبني واحدة واحدة، لا ده كل ما بيحتاجوا حاجة بيتصرفوا، فده في النهاية بعد عدد كبير من السنين ممكن ينتج مشاكل، فكل ده اتراعى في المبنى الجديد في التصميم الجديد، وصممناه بالشكل اللي اغلبكم شافوا يعني، ولو اللي ما شافهوش ممكن يبص عليه على الانستجرام بتاعي او الفيسبوك بيج بتاع دار عرفة اركيتكتشر الاثنين، علشان نحقق فيه مجموعة من القيم اللي هي مرتبطة بالأسئلة العامة اللي أنا بسألها في العمارة عموما، واللي هي متعلقة ب يعني إيه هي العمارة المتوقعة من يعني طبعا في أكتر من ناريتيف أو في أكتر من سردية لكيفية الإجابة على أسئلة العمارة في العالم. ففي ناس بتتكلم على أنه على حاجة مثلا زي الانترناشنال أركيتكتشر، أنه مفيش حاجة معينة ليها علاقة بالزمان والمكان
وانه الموضوع في المجرد تماما ومفيش خصائص ليه علاقه بموقع معين او ثقافه معينه. وفي سرديات تانية بتتكلم ان لا، ان في خصوصيات. طبعا الموضوع ده كبير، يعني احنا كده بنقوله ب ب ب ب بايجاز مخل. لكن عموما السؤال بتاعي هو ايه هي العمارة المطلوبة من واحد مصري في القرن 21، وايه علاقتها بالعمارة التاريخية اللي سبقتها، وايه علاقتها بالنقاش المعماري العام في كل حتة في العالم، او اللي احنا بنقول عليه الاركيتكتشرال ديسكورس، ومحاولة اجابات الاسئلة ديت. وطبعا علاقة الكلام ده بقى بالموقع المحدد ده اللي اسمه باصونة، واهل القرية ديت واحتياجاتهم وتصوراتهم، وكل ده انتج في النهاية التصميم اللي انتوا شفتوه. هي ده اجتهاد ممكن يكون حقق يعني نجاح في اجابة اسئلة معينة، وممكن ما حققش، يعني ده هنسيبه بقى للناس اللي لسه ما اتكتبش على الموضوع بشكل نقدي. انا شخصيا عايز اكتب كتاب أوثق فيه كل عملية التفكير بتاعتي من ساعة ما بدأت أمارس العمارة لحد ما وصلت اللحظة بتاعت باصونة. وبعدين أرجو أن يكون فيه بقى مجموعة من الناس اللي ممكن نسميهم نقاد معماريين يشتبكوا مع الموضوع بشكل نقدي، علشان كلنا نستفيد من التجربة بحلوها وبمرها يعني. فده آخر مشروع، مش آخر مشروع، آخر مشروع كامل تم تسليمه. كان في سؤال هنا برضو بخصوص نفس المشروع، what is your inspiration، ايه هو الالهام بتاعك في المشروع ده. هو الالهام ده، الالهام هنا مركب من حاجات كتيرة مختلفة. ففي الهام تراكمي ملوش علاقة بالموقع ده بالذات، ليه علاقة زي ما قلت ب كل المحاولات بتاعت الإجابات على أسئلة مختلفة في العمارة من زمان. وفي حاجات ليها علاقة بالبيئة اللي أنا كنت، أو البيئة الفكرية اللي أنا منغمس فيها. فمثلا الأسئلة اللي أنا بحاول أجاوب عليها في العمارة دي، لقيت ناس تانية بتحاول تجاوب عليها برضو وعندها نفس الأسئلة في مجالات تانية مش معمارية بالضرورة، زي الشيخ أسامة الأزهري نفسه. ده سبب بداية صداقتنا، لقيته بيحاول يجاوب على نفس الأسئلة فيما يتعلق بالخطاب الديني أو الفكر الديني أو فهم النصوص المقدسة وتطبيقها على الواقع المتغير. ممكن يبقى الكلام تخين شوية هنا، بس هو مفيش ألفاظ تانية تعبر عنه غير كده يعني. فازاي اللي هو فكرة المطلق وفكرة النسبي. فلو احنا مؤمنين انه في اشياء مطلقة ما بتتغيرش، وفي اشياء تانية بتتغير، فايه العلاقة بينهم؟ زي فكرة العمارة بالظبط، احنا لما بنصمم مأوى، او انسان القديم كان بيصمم مأوى من خلال ان هو يبتدي يتعامل مع كهف موجود بشكل طبيعي، يتعامل معاه ببعض التصرفات البشرية علشان يخلي المكان ده اكثر تلبية لاحتياجاته. ولما نقارن اللي هو بيعمله ده باللي بيعمله النهاردة معماري في القرن 21 وهو بيصمم مأوى برضو، هنلاقي في أشياء كتيرة جدا متشابهة بينهم. الحاجات دي هي اللي نقدر نعتبرها الماهية، ماهية ميم ألف هي يه تاء، اللي هي بالإنجلش كويديتي أو أسنس بالتعبير الفلسفي، يعني اللي هو أصل الشيء أو يعني جوهره، جوهر الشيء. فايه هو جوهر المأوى؟ هنلاقي الحكايه دي ما ينفعش انها تتغير، ولا ايام الانسان ما كان عايش في الكهف، ولا شكل العماره اللي موجوده حاليا او اشكال العماره اللي موجوده حاليا. لازم يكون بينهم مشتركات معينه، والا ما يبقاش مأوى. وفي نفس الوقت في حاجات ما ينفعش تفضل كانت موجوده مثلا من 7000 سنه او من 10000 سنه، هي يعني لازم تتغير عشان النهارده طريقه المعيشه فيها اشياء اتغيرت وكل الكلام ده. الكلام ده كله لما نطبقه، احنا خدنا هنا مثال المأوى، بس لما نطبقه على ناخده في المجرد، يعني نعمل له abstraction ونتكلم في العلاقة ما بين المطلق والثابت. ده في قلب الفكرة او في قلب السؤال المعماري بتاعي. فنرجع تاني هنا عشان احنا يعني شردنا شوية على الانسبيريشن او الالهام بتاع المسجد باصونة بالذات. فقلنا في اشياء متعلقة
بالرحلة بتاعتي كاملة. في ما نقدرش ننكر بقى مثلا او يعني لابد من ذكر انه من 2005 تعرفت على فنان مصري عالمي عايش في لندن اسمه احمد مصطفى من اسكندرية اصلا، بس بقاله 40 سنة عايش في انجلترا. هو العمل اللي ورايا ده حتى من اعماله، ده اسمه Frolicking Horses. فالفنان احمد مصطفى دوت من ضمن الحاجات اللي هو عاملها حاجة اسمها مكعب المكعبات. تمام، مكعب المكعبات ده عمل فني متشعب جدا، لكنه ليه علاقة بأشياء كتيرة جدا، وفي القلب منها نظرية الخط المنسوب لابن مقلة. في الوقت اللي انا اتعرفت عليه فيه في 2005 وبدأنا نتكلم في الحكاية ديت او يشرح لي موضوع نظرية الخط المنسوب، يعني كان كلام مركب جدا، قعدت فترة طويلة جدا احاول افهمه. ويعني طول ما انا ماشي بحل مشاريع معمارية بعمل حاجات مختلفة، لكن يعني ماشي بشكل موازي جنبي محاولة فهم الكلام بتاع الدكتور احمد مصطفى اللي هو بيتكلم عليه، لانه في نفس الوقت ده هو كان يعني هو ابتدى مشوار البحث في المسألة ديت من تقريبا من 40 سنة، لكن خلاصة اللي هو توصل اليه في البحث بتاعه دوت هو ابتدى يكتبه مثلا من 2009، يكتبه في كتاب اللي هو الكتاب اللي نشر بعد كده باسم The Cosmic Script، نشرته تامز اند هاتسون. فهو في الوقت اللي هو كان بيكتب فيه الكتاب ده كنت انا معاه في الاستوديو بتاعه في لندن، انا بعمل الشغل المعماري بتاعي لكن انا موجود في الاستوديو اللي هو قاعد بيكتب فيه الكلام ده مع عالم تاني كان رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في سواس جامعة لندن، ستيفن شبيرل، وبسمع مناقشاتهم واحيانا بدخل معهم في المناقشات ديت، واحيانا بيطلبوا مني بعض الابحاث الجانبيه اللي بعملها علشان كتابه الكتاب نفسه. فكل الزخم ده بتاع استكشاف نظريه الخط المنسوب ده قطعا هو بعتبره ان هو يعني احنا بنتكلم من 2005 بدات افهمه او بدات اسمع عنه واشوف شروحه واتقابل مع الدكتور احمد واسمع منه، لكن من 2009 انا بقيت ساكن معاه في نفس البيت لان اتجوزت بنته كمان، وهي معمارية، واحنا الاثنين كنا بنشتغل معاه ساعتها حتى في محاولة التوصيل ما بين فكره في الفن وما بين طلبات مكاتب معمارية كبيرة جدا زي سنواتا اللي عملوا مكتبة اسكندرية، اللي كانوا بيطلبوا منه كانوا مثلا بيصمموا ساعتها مشروع مكتبة مكة المركزية، فعايزين يفهموا نظرية الجمال اللي هو بيطرحها من خلال نظرية الخط المنسوب لابن مقلة علشان يعملوا مبنى على أساسها. فهو مش معماري وهم معماريين بس مش فاهمين اللي هو بيقوله. فيعني توفيق ربنا ان انا ومراتي المهندسة نسرين كنا موجودين، احنا الاثنين فاهمين الكلام اللي هو بيقوله، في نفس الوقت احنا معماريين، فاحنا بقينا حلقة الوصل ما بين فنون اللي هي الاستوديو بتاع الدكتور احمد مصطفى وسنواتا في المشروع دوت علشان نوصل لحلول للمبنى دوت. للأسف المبنى ما اتبناش لظروف مختلفة، لكنه كان مشروع جميل جدا. ونفس الحكاية حصلت بالتعاون مع الـ Advanced Geometry Unit الـ AGU التابعة لـ Of Arab، واحد من يعني يعتبر أكبر مكتب هندسي في العالم مقره في لندن برضو، لمشروع تاني كان بيتعمل في جزيرة السعديات في أبو ظبي. فكل المداخل المختلفة على الشغل بتاع الدكتور أحمد مصطفى ده في النهاية تبلور في دماغي، ولما جت من 2009 وفضل موجود في دماغي لحد ما جت لحظة بداية التصميم لبصونة اللي هو أواخر 2014 بدايات 2015. فكل الزخم ده في النهاية طلع في المشروع دوت، فهو ده يعتبر أكبر inspiration ولأنه أو أكبر مصدر للإلهام، ونقدر نشوف منه حاجات غير مباشرة في المبنى. أنا بعتبر المبنى دوت كأنه هو الترجمة المعمارية أو محاولة لترجمة معمارية للي الدكتور أحمد بيقوله في الكتاب بتاعه، كتاب من جزئين كبار. والحمد لله لما أنا
يعني هو نفسه قال كده، يعني انا سعيد ان هو موافق على الترجمه المعماريه دي للكلام اللي هو بيقوله احمد فياض. حاضر هجاوبك، بس هخلص الاسئله بتاعتهم الاول عشان انا مش قادر اقرا الاسئله دلوقتي الموجوده. مش عارف هو شغال ولا شغال. اوكي، فهو ده مصدر الالهام الرئيسي. وطبعا بالاضافه بقى لمصادر الالهام اللي جايه من البيئه المباشره بتاعت بصونه، زي التفصيله الركنيه بتاعت بيت العمده اللي عمرها 300 سنه، صورتها ووثقتها، هتلاقوها على الانستجرام برضو. واليومين دول طلب مني من مجموعه باحثين في لندن على راسهم شخص اسمه وسام العسلي، معماري سوري، اني اكتب تفصيله مركزه جدا في حاجه اسمها تفصيله بتاعتهم. فانا اخترت التفصيله دي عشان اتكلم عليها، ولما تخلص ان شاء الله نشارككم فيها برضو. بعدين كان في السؤال اللي بعده اللي بيقول ازاي تفاعل الناس بتوع بصونه مع التصميم بتاع المسجد. فنقدر نقول انه التفاعل ده كان ليه مراحل. في ناس كانت مبسوطه من الاول للاخر، مع ان في الاول مش باين لهم ايه الشخص الغريب اللي جاي يشتغل بالطريقه اللي هو شغال بيها ديت، ولكن لسبب ما يعني كان عندهم نوع من انواع الاطمئنان والرضا. اغلبهم من الشباب الصغير في السن او السيدات بكل اعمارهم، كانوا دايما بيعدوا يدعوا مبسوطين. وفي منهم يعني زي ما انا ذكرت في اماكن مختلفه، واحده ست السيده ايات ابو ستيت اللي اتبرعت بجزء من بيتها اللي ملاصق المسجد عشان يساعدنا في تحسين المدخل بتاع الجامع. فكان التفاعل مع المسجد اغلبه ايجابي. كان في تفاعل مش ايجابي في اوله علشان توقعات مختلفه، في يعني هم متعودين بالذات من السن الكبير من الرجال اللي هم متوقعين انه انا هاجي في شهرين نعمل اربع حيطان وطلع المسجد وخلاص، فانت ليه واخد كل الوقت دوت؟ احنا عايزين نصلي، عايزين يبقى المسجد اكبر حاجه، فعايزينك تستغل كل الارض بغض النظر عن صلاحيتها وعلاقتها بالقبله وكل الكلام ده. فكان في بعض التساؤلات وكنا بنحاول نشرحها بلطف. وطبعا كل ما كنا بننجز في الانشاء نفسه وبيظهر المسجد، كل ما كان الرضا بيزيد، لحد الحمد لله لما المسجد خلص خالص والناس الحمد لله مبسوطه وسعداء والمبنى بيلبي احتياجاتهم. وكمان بالاضافه ان هو عمل لهم مفاجاه بالنسبة لهم، ان هو يعني انا اهل والدي مثلا من قرية من مركز في سوهاج، مدينة صغيرة اسمها المنشاة على بعد 30 كيلو جنوب بصونة، لكن ما يعرفوش فين بصونة دي. بصونة بلد صغيرة، يعرفوا المركز اللي تابع ليها بصونة، لكن النهاردة بصونة الحمد لله يعني بقت على الخريطة، فده سبب سعادة كبير ليهم. يعني السؤال اللي بعد كده سؤال صعب قوي، ايه هو اكبر انجازاتك؟ اتمنى ان اكبر انجازاتي يكون حاجة لسه ما حصلتش، يكون لسه قدام يعني، لكن بعيد عن اللمضة والاجابة اللمضة دي. لو هنتكلم على اكبر انجاز بالنسبة لي، اهلا يا سوسن، لو هنتكلم على اكبر انجاز حصل قبل كده، حصل بالفعل يعني ممكن نقدر نعتبره بصونة، بس انا ما بحبش اصلا يعني مفكرش في الحاجات بالطريقة دي، لان هي بصونة ما جاتش من العدم، يعني هي تراكم لكل حاجة حصلت قبلها. انا اسف، بس الناس اللي بتسأل دلوقتي انا مش هقدر اجاوب على الاسئلة ديت، علشان هخلص بس الاسئلة اللي هي المكتوبة الاول، وبعد كده ان شاء الله يكون عندنا وقت نجاوب، باستثناء السؤال السريع ده اللي هو مين صاحب اللوحة العبقرية اللي ورايا. انا قلت ده من شوية، الدكتور احمد مصطفى، وهي اللوحة اسمها Frolicking Horses. انا مش عارف هو بيترجمها ازاي بالظبط بالعربي، بس هي يعني بتتكلم على الخيل. وهو عنده اكتر من واحدة، هي سلسلة، دي واحدة منهم يعني، وانا محظوظ ان هي عندي لانه حماية. وإلا ما كنتش هقدر اشتريها. السؤال اللي بعد كده بيتكلم على ايه هي المشاريع اللي انا شغال عليها حاليا.
بعد باسونا اكبر مشروع يعني او اهم حاجه حصلت بعد باسونا مباشره هي كانت مسابقه معماريه دوليه لتصميم مشروع بيت مصر ميزون دي جيبت في باريس. كانت مسابقه دوليه. بيت مصر ده عباره عن مبنى لسكن الطلاب المصريين اللي بيدرسوا في باريس جوه حاجه اسمها المدينه الجامعيه الدوليه او المدينه الطلابيه الدوليه اللي هي المشهوره جدا بالمبنى القديم بتاع لكوربوزيه اللي اتبنى في 1930 او 33 على ما اتذكر، اللي هو بيت الطلبه السويسريين اللي كلنا درسناه في تاريخ العماره، وحتى ليه مبنى تاني جنبه برضو اللي هو بيت البرازيل. فبيت مدينه الطلبه ديت عباره عن ارض واسعه جدا، كل بلد بتبني مدينه للطلبه بتاعتها، بس بشرط حتى انه الاشغال ان 60% بحد اقصى من اشغال اي بيت من البيوت بتاعت الدول يكون يعني لو بيت مصر 60% بحد اقصى مصريين، في 40% يكونوا من جنسيات تانية علشان المكان ده كله معمول عشان يحصل نوع من انواع التبادل الثقافي. حظنا انه مصر من اوائل الدول اللي دعيت لعمل البيت بتاعها من 1920، ولكن لأسباب كتيرة يعني يمكن من ضمنها رزقي ان هو يتأخر لحد دلوقتي علشان يعني يطرح لمسابقة دولية من سنة تقريبا، كان زي الوقت ده السنة اللي فاتت، وكان مطلوب انه يدخلوا تحالف، يعني تحالف معمول من معماري مصري ومعاه مكتب فرنساوي وتخصصات تانية، مكتب فرنساوي معماري برضو، بعدين تخصصات تانية زي الالكتروميكانيكال او بتوع دراسات الاهتزازات والانشائيين والتنسيق الموقع او اللاندسكيب كل الكلام ده. فكان في 59 تحالف قدموا الاوراق بتاعتهم للمسابقه ديت، وبعدين بناء على معايير معينه نقوا خمسه بس، الخمسه دول يبتدوا يشتغلوا على المشروع، يقدموا طرح للمشروع كامل كانه يعني بكامل تفاصيله بما فيها التزام بميزانية معينة والكلام ده كله، وبحيث ان الفايز من الخمسة دول هياخد التعاقد بتاع الانشاء التصميم والاشراف على الانشاء. فالحمد لله كان حظنا بتوفيق ربنا يعني ان احنا اخترنا من الخمسة وبعدين كسبنا. معايا طبعا لازم اذكر شريكي الاساسي في الموضوع ده اللي هم سام اركيتكتشر، المكتب المعماري الفرنساوي، واللي كان بيشتغل معاهم وما زال بيشتغل معاهم لحد دلوقتي معماري شاب مصري اسمه باسم، معرفش هو بقى لو موجود بنحييه، ما شفتش اسمه بس لازم نقول اسمه لان هو كان سبب رئيسي اصلا في الجامعة بيننا. يعني انا جالي لما الاعلان نزل في الجرايد في باريس وفي القاهرة، جالي انا ما بقراش جرايد بطلت اقرا جرايد من زمان مكررة، فأنا ما سمعتش عن المسابقة، لكن فجأة جالي 11 إيميل من 11 مكتب فرنساوي كلهم بيطلبوا إن هم يتحالفوا معايا، لأن هو ده نفس الوقت اللي كانت باسونا يعني واخدة زخم إعلامي كبير، فيظهر إن هم بيدوروا على معماري مصري، بيدوروا بيلاقوا اسمي بيتكرر بشكل كبير، فأدي باسونا ليها فضل في إن أنا أصلا أعرف عن المسابقة دي. وال 11 مكتب دول أصغر واحد فيهم هو كان سام أركيتكتس، ولان يعني بعد ما اتكلمت معاهم كلهم لقيت ان هم دول انسب ناس، احنا اقرب في تفكيرنا لبعض، واشتغلنا معاهم والحمد لله كسبنا المسابقه. ودلوقتي احنا تقريبا خلاص قربنا نخلص، يعني احنا في انتظار موافقه يعني في مرحله رسومات الرخصه، وان شاء الله المفروض المبنى يتسلم في نهايه 2022 تنفيذا. ده كان إجابة إيه المشاريع اللي ده واحد من المشاريع اللي احنا شغالين عليها. في مشروع تاني هو مشروع مسجد في القاهرة المرة دي في 6 أكتوبر، فربنا يسهل يعني لما نكون قطعنا أشواط فيها نبتدي نتكلم عنه بشكل أكبر. في مشروع تاني دمه خفيف برضو لسه تحت التصميم، عبارة عن شاليهين صغيرين جنب بعض بالظبط على اول صف على البحر في الساحل الشمالي في مصر، مساحتهم صغيره جدا، فيعني راجعه تاني للمشاريع اللي مقاسها صغير لان دي ليها لذه خاصه يعني. وفي عدد تاني من المشاريع مش هينفع نتكلم عليه دلوقتي، لكن
جوه وبره مصر، لكن يعني لما يجي وقتهم ان شاء الله نتكلم عليه تاني. ايه تاني السؤال؟ كان في سؤال بيتكلم على can interns apply، ممكن الناس تتقدم للتدريب؟ طبعا في الوقت الحالي صعب جدا، لان احنا من المكاتب البدري بدري الناس اشتغلت من بيوتها، فطبعا ما فيش معنى ان احنا ناخد intern دلوقتي او متدرب من على بعد. انا من المؤمنين، صحيح احنا دلوقتي زمايلي اللي بيشتغلوا في التعليم المعماري او حاجة زي اللي احنا بنعملها دي بنقدر نعملها اونلاين، لكن في رأيي ان هو ده مش امثل حاجة يعني، وانه التعليم المعماري لازم يكون في احتكاك مباشر ما بين الناس. فاعتقد ان احنا ربنا يسهل حسب الظروف العالمية بقى، لو فعلا الدنيا رجعت في سبتمبر نقدر نبتدي ساعتها ناخد، وهنعلن ساعتها. السؤال الثاني، how can young creatives be part of Dar Arafa Architecture؟ ازاي ممكن الشباب الصغير، انا بفضل اصلا السن الصغير، فحتى الثلاثه اللي شغالين معايا شهد ورانيا ونورهان، الثلاثه متخرجين السنه اللي فاتت. انا بفضل السن الصغير لاسباب كتيره جدا، فده يعني نظريا الموضوع سهل، بس هو طبعا لان احنا يعني دار عرفة ما بتشتغلش، احنا ما بنقبلش كل مشروع بيجي لنا، احنا بنحاول نشتغل على الكيف مش الكم. يعني نوع المشاريع عندنا انتقائية شديدة قوي في نوع المشاريع اللي بنقبلها، علشان نفضل دايما محافظين على عنصر البحث والتجريب في الشغل بتاعنا، ما نبقاش مضغوطين بالشروط التجارية بتاعت الممارسة المعمارية. فعشان كده دايما انا متوقع يعني ما اظنش ان انا في اي وقت في حياتي هيكون المكتب بتاعي فيه عدد كبير من الزملاء. لسه احنا ما وصلناش للعدد اللي انا شايفه، العدد الاقصى اللي هو ممكن يكون 10 او 12 بحد اقصى، لكن الكلام ده بيعتمد على يعني ان احنا ما نكروتش، يعني احنا عايزين حسب الشغل الموجود، والعدد دلوقتي كافي، لكن ان شاء الله لما يكون في احتياج لعدد اكبر هنعلن عن دوت. واظن ممكن مره زمايلي شاهد ونورهان ورانيا يحكوا لكم عن تجربه تعيينهم، موضوع بسيط خالص ومش بسيط خالص، لكن ممكن نسيبهم هم يتكلموا عن الموضوع ده لو احنا عملنا سيشن تانيه بعد كده. في سؤال اللي هو do you have a side passion hobby besides your work، هل عندك اهتمامات اخرى جنب شغلك؟ برضو السؤال ده انا فاهم طبعا صياغته، لكن انا بشوف ان اهتماماتي كلها واحده، حتى يعني هو اهتمام واحد ليه اشكال متعدده. فاي طبعا انا بلعب رياضه، ويعني لو هنتكلم على هوايات بلعب رياضه وبحب اقرا يعني كل يعني مش عارف، حاسس ان احنا دخلنا مجله ماجد المراسله وجمع طوابع البريد. do you test them؟ ده سؤال تاني. لكن هي كل الحاجات بتأدي لبعض، يعني انا بحب اقرا في حاجات كتيره مختلفه ممكن تبدو للبعض ان هي ملهاش علاقه بالعماره، لكن هي كلها بتغذي، كل الحاجات دي بتغذي بعض. حتى مثلا في وقت من الاوقات انا كنت بلعب كيك بوكسينج، فانا كنت بفكر فيها بطريقه الحلول الفراغيه. احنا كمعماريين بنقعد نحل الفراغ في ال 3 دي وفي ال 4 دي كمان، فحاجه زي الكيك بوكسينج او الملاكمه، ما انت بتعمل حلول فراغيه، او الجوجيتسو، مارست الجوجيتسو فتره، برازيليان جوجيتسو، انت لو بتفكر في حاجه معينه او حاجه معينه شغلك تقريبا بتكون هي النضاره اللي انت لابسها على عينيك وبتشوف بيها كل حاجه في العالم يعني. لكن انا بحب الرياضه، دايما بلعب رياضات مختلفه في حياتي، يعني مارست المظلات، القفز بالمظلات، هو it was locked out. إسراء لو سمعاني، عشان هو كان locked out و I logged in back in، فمش عارف هو شغال ولا لا.
ممكن تكتبي لي لو هو مش عارف هو اوكي تمام. من الحاجات اللي ممكن نعتبرها الباشنز بتاعتي هي الترجمة. بحب أترجم بشكل عام لأن ببص على الترجمة، ترجمة الأشياء، ترجمة النصوص يعني. وأنا ترجمت عدد من الكتب لأني بعتبر فكرة الترجمة دي هي بتساعد الإنسان على فهم أعمق للقراية. أنا كنت يعني بتكلم إنجليزي من صغري لأني اتولدت في أمريكا، فالإنجليزي يعتبر لغتي الأولى، لكن أبويا وأمي مصريين. شكرا يا ملك، شكرا يا فرح. فأنا بعتبر يعني ما عنديش مشكلة في التحرك ما بين اللغتين، لكن لما بمسك نص إنجليزي وأترجمه للعربي أنا عادة بترجم حاجات أنا بحبها يعني أو عايز أفهمها أكتر. دي واحدة من الحاجات اللي أنا عندي شغف بيها لأنها بتساعدني على فهم أعمق للنص. فحب مثلا أترجم شعر لأن الشعر صعب جدا إنك تترجمه، عمرك ما يعني دايما بيقولوا المترجم خائن لأن كل لغة ليها المنطق بتاعها، لكن ما زلت أنا بحب أعمل العملية دي لأنها بتساعدك على فهم النص اللي أنت بترجمه حتى في لغته الأصلية. فدي برضو نقدر نعتبرها واحدة من الحاجات اللي أنا بحبها واللي هي مش besides my work، هي مش جنب شغلي، هي جزء لا يتجزأ من شغلي يعني. كنت زمان ترجمت كل المدخلات المعمارية بتاعت الإنسايكلوبيديا بريتانيكا لحساب دار نشر معينة، لكن للأسف ما اتنشرش. بعدين في سؤال تاني، how are you spending your day، ازاي بتقضي وقتك في وسط الأحداث الحالية؟ أنا بعتبر إن حياتي ما اتغيرتش قوي لأني طول الوقت يعني أنا عندي صرامة شوية في ساعات الشغل بتاعتي. إحنا بنشتغل في دار عرفة من 8 لـ 4 لأني بحب بعد الساعة 4 أعمل حاجات تانية يعني. أنا بحب أكون متواجد. المكتب بتاعي هو في المبنى. السؤال الأولاني اللي كان بيقول أول مشروع، إحنا قاعدين في أول مشروع أنا عملته في حياتي اللي هو دار عرفة. حتى ممكن بسرعة كده فرقت رسوماتي، رسوماته هو ده. ده كان البورد بتاع المسابقة بتاع الأغا خان، بتاع قصدي آسف، التقديم بتاع الأغا خان. وأنا قاعد تحت الفراغ ده دلوقتي. اوكي ده بيت العيلة في 4 وحدات. فالمكتب بتاعي هو الشقة اللي جنبي على طول. فأنا لسه بروح المكتب لأنه بفتح الباب ده وادخل الباب اللي جنبي. زميلاتي المهندسات بيتواصلوا معايا على التليفون وبالواتساب والأجهزة معاهم. بس الحاجة الوحيدة أو يعني الحاجة الوحيدة اللي أنا متأثر بيها قوي هو أن أنا مش قادر أخرج يعني. مفيش الجيم، أو كنت بلعب باسكت بول مع ابني في الـ AUC فما بقاش ده. ودي كانت عادة حتى ابتدأت مؤخرا يعني، للأسف ده توقف. فاضطريت أجيب مكنة تجديف في البيت لأن الله أعلم هنرجع إمتى، وأنا يعني وزني زايد أصلا وزاد أكتر. فبقى موضوع الرياضة ده حليته بأن أنا بعمله في البيت. ايه تاني؟ انا اصلا بعمل ماجستير رقم 2 دلوقتي، هو ماجستير في العمارة، تاريخ العمارة والفن الاسلامي في الجامعة الامريكية. فطبعا باخد الدروس بتاعتي، انا واخد مادة واحدة الترم ده، فباخد الدروس بتاعتي برضو اونلاين. فحياتي ما اتغيرتش، ما اختلفتش قوي. انا بصرف وقت كتير في بيتي، ومن حظي ان الناس اللي معايا في البيت مراتي وولادي الاتنين ياسين واسيا صحابي، فمش زهقان ولا بشتكي الحمد لله. مفيش مشكلة يعني، وربنا يفك الغم عن العالم بقى كله، عشان طبعا في ناس متأثرة كتير اقتصاديا، كلنا متأثرين اقتصاديا، بس في ناس متأثرة اكتر من غيرها. What advice do you give to other creatives who are also quarantining؟ ايه النصيحة اللي تديها لأصحاب الأعمال الإبداعية الآخرين اللي قاعدين في ظروف الحجر ده؟ يعني ما اعرفش، ما النصيحة هي
حاول ما تعملش في رأيي يعني إن ده مش وقت أي إجراء متطرف يعني في شد على النفس ولا كده، لأنه إحنا غالبا في ماراثون يعني إحنا في سباق مسافات طويلة، فلازم أي تغيير لو واحد عاداته يعني الحمد لله مثلا عاداتي في الشغل ما خلتش الظرف الحالي يحوجني إن أنا أغيرها، فالحمد لله مفيش مشكلة بالنسبة لي. لو حد عاداته في الشغل متأثرة بشدة بالظرف الحالي اللي احنا فيه ومحتاج يعمل تغيير عشان يعني يتواءم مع الوضع، فيعمل ده واحدة واحدة، ما يعملوش بشكل عنيف وشديد علشان الموضوع عايز مواصلة، عايز نفس طويل. الحاجة التانية أنا شخصيا، ودي حتى تجربة عملناها احنا في بيني وبين زمايلي في دار عرفة، ان الاول احنا كنا سايبين الموضوع بما ان كل واحد بيشتغل في البيت، فيبقى كل واحد يشتغل الساعات اللي هو عايزها، وبعدين بنقول للبعض ايه اللي تم انجازه او كده. فبعد مرور اسبوعين من الشغل بالطريقة دي، لان ان ده مش منتج يعني، لان كل واحد يعني لما تشتغل مثلا 8 ساعات ورا بعض غير لما تشتغل 8 ساعات دول ساعتين وبعدين تقطع وبعدين ساعتين وبعدين تقطع، في العمارة ده ما بينفعش. العمارة عايزة انت يعني بتدخل، او في الاعمال الابداعية غالبا او على الاقل ده بالنسبة لي يعني، فانا دي النصيحة موجهة للناس اللي زي، مش للناس اللي ممكن تشتغل بطريقة مختلفة، يبقى يعني انه يشد الموضوع شدة واحدة ويكون عنده يعني مخصص يصحى في ساعة معينة يعني، يبقى منظم، وإلا ال 24 ساعة بتوعه هيضيعوا هباء يعني. والله أعلم زي ما قلنا إن إحنا مش عارفين الموضوع ده هيخلص إمتى، فلازم يكون الموضوع فيه نفس طويل. دي النصيحة اللي أنا بقدمها، وهو ده برضو الإجابة على السؤال إزاي يفضلوا منتجين بالنظام، وإنه برضو ياخد يلاقي حاجات برضو يعني يفك بيها الملل والزهق والكلام ده كله، يطلع في البلكونة لو يقدر، لو عنده بلكونة كويسة أو شباك كويس. فدي أعتقد هي كل الأسئلة اللي كانت متقدمة من فيلم ماي ديزاين. فدلوقتي ممكن ناخد، ممكن حتى أرجع تاني كده أبص على الأسئلة بتاعت الناس اللي سألت، ولو حد عنده سؤال تاني غير الأسئلة اللي احنا شايفينها هنجاوبها إن شاء الله. في سلامة مان بيقول ممكن تعمل سيف لللايف يا أستاذ وليد. طبعا هو ايه بيعتقد ان هو بيخبط في صديقي كريم الحيوان علشان هو للأسف ما عملش سيف. فكريم صاحبي على فكرة، ما حدش يخبط فيه، صاحبي جدا وحبيبي. انا عايز ابقى اصور لكم التليفون مسنود على ايه بالظبط. صباح الفل يا فياض، احنا بالليل يا فياض. لسه ما وصلناش لاسئله، معلش انا بعمل سكرول في التعليقات عشان اشوف الاسئله. في حد بيسأل بتشتغل عمارة داخلية؟ أنا يعني مثلا حاجة زي بصونة معمولة العمارة الداخلية بتاعتها والعمارة الخارجية، أنا يعني مش، ولا أنت تقصد لو جالي مشروع عمارة داخلية بس؟ أحيانا بيحصل يعني، بيكون مبنى مثلا قائم وبعدين في حد اشترق في مبنى قريب، عملناه مبنى موجود في ميدان النافورة في المقطم، مبنى قديم جدا من الثمانينات، وبعدين في عميل معين هو مركز بحثي اشترى عدد من الادوار، وطبعا دي كانت ادوار سكنيه ودلوقتي عايزه يكون فيها قاعه اجتماعات وقاعه محاضرات ومكاتب للبحث ومكتبه فيها كتب واماكن للباحثين وكده. فمثلا فده يعني حاجه محتاجه اعاده تصميم وداخليا بس يعني ريموديلنج، فأحياناً بنعمل ده. فأرجو أن يكون ده جاوب على سؤالك.
إسراء فاضل 10 دقايق، وأنا فاكر إن أول ما هيفصل بعد الساعة، يعني فاضل 10 دقايق عشان نكمل الساعة، هعمل سيف ما تقلقيش. لو أنت اللي بتبعت في سؤال هنا من أحمد فياض، صديقي، إيه السبب اللي خلاك تصمم واجهات مسجد باسونة تقريبا بدون شبابيك واعتمدت على دخول الإضاءة والتهوية من سقف الجامع؟ الفكرة دي انه المسجد، لو انتوا عارفين الموقع بتاعه، هو لو اعتبرنا ان هو ليه اربع جهات، فالجهة الجنوبية بتاعته هي عبارة عن شارع ما يزيدش عن 8 متر في العرض بتاعه، اقل كمان في حتت لانه مش منتظم، وفراغ شبه خاص من الناحية الشمالية بيسموه في الصعيد الرهبة او الرحبة. بعد كده ليه جارين، جار من على اليمين دي المقابر بتاعت القرية، وجار من على الشمال دي عبارة عن مباني سكنية. فالطريق الرئيسي ده الضيق اللي هو 6 متر 8 متر، يعني طريق غير مرصوف بتعدي فيه الدواب والتكاتك وصوت وتراب وعفار. طبعا كل الكلام ده احنا المسجد ايه الاسنس او ايه المهية بتاعت مبنى عبادة أو مسجد، هو أنه أنك توصل لحالة الخشوع، وحالة الخشوع دي هي حالة نفسية وحالة روحية، لكن ليها تعلق بالجانب البدني بتاع الإنسان، الحواس الخمسة، يعني الصوت والروائح والحر والبرد والكلام ده كله. فطبعا عشان تعمل تهوية طبيعية وإضاءة طبيعية معناها تعمل فتحات شبابيك، بس ما دام هتعمل شبابيك يبقى معناها هيدخل منها التراب وهيدخل منها الصوت والدوشة والروائح الغير مرغوبة. فكان الإجابة على الموضوع ده إنه لا، هنقفل تماما الكلام ده كله باستثناء البيبان، وطبعا اتعملت في شكل مدخل منكسر برضو علشان تقلل برضو من ما يبقاش الباب بيتفتح مباشرة على الشارع، وشباك واحد وحيد بيطل ناحية المقابر، والمقابر زي بقى لانها مقابر فهادية، فبافر زون كبير جدا، او يعني بتخلق مساحة حماية كبيرة جدا ما بيتعديش منها الصوت والعفار والكلام ده. وبقت الفتحات كلها بتاعت الاضاءة الطبيعية والتهوية الطبيعية هي من السقف. وطبعا ده برضو خدم الفكرة الرمزية بتاعت المسجد، انه لما الواحد بيدخل في الصلاة زي لما بيرفع ايده للتكبير، يعني بينهي علاقته بالمستوى الأفقي اللي هي الأرض بكل الكائنات اللي فيه، وبيتصل فقط مع المستوى الرأسي اللي هو ليه رمزية طبعا في علاقة الإنسان مع الخالق. فأرجو إن هو يكون ده إجابة سؤالك. أنا عارف إن أنت عارف أصلا بس أنت يمكن عجبك النقطة دي فعايزني أتكلمها مع الناس. في سؤال هنا، عبد العزيز الجندي، ازاي حضرتك قدرت توصل تصميمك لسكان القرية؟ كنا بنشرح قدر المستطاع، بس ما اكدبش عليك ان يعني ما كانتش الافكار واصلة قوي في الاول، لكن لاني كنت واقف، يعني واحدة من الحاجات اللي ساعدت ان التنفيذ، انا كنت واقف في التنفيذ، كنت بنفذ حاجات بنفسي كمان. فتواجدي دوت كل ما بيكون عندهم علامات استفهام وكده، هو بيحصل بينا مناقشات، بنشرح، بفرجهم على رسومات، فده هو اللي كان بيوصل لهم الفكرة. يعني اللوحة تاني اللي ورايا، السؤال، هي لوحة للفنان المصري السكندري أحمد مصطفى. تقدروا تبصوا على بيت شغله على www.fanoon.com، ولو ان الويب سايت مش ابديتد يعني، بس يقدر يديكوا فكره، تقدروا تعرفوا السبيلنج المظبوط بتاع اسمه، وتقدروا تدوروا على اعماله. هو من يعني فنان مهم جدا. في حد بيسال هنا بيقول do you usually collaborate with other architectural studios in a project or is it all in-house؟ لحد دلوقتي it's all in-house، بس في collaboration أو في تعاون بنعمله حاليا مع Studio 39، ماهي مراد،
هم بيعملوا هم بيشتغلوا على اللاندسكيب، هم مركزين على اللاندسكيب. ففي مشروع احنا بنعمله منزل خاص يعني، وبنتعاون معاهم او هم يعني بيقدموا لنا في حلول اللاندسكيب، فده كولابوريشن. طبعا في كولابوريشنز عملتها قبل كده قبل دار عرفه يعني بشكل فردي، زي الحاجات اللي حصلت مع سنواتا واللي حصلت مع اوف عرب وغيرهم. لكن كدار عرفه اعتقد ستوديو 39 هو اول كولابوريشن. في كولابوريشن تاني لسه يعني في بداياته، ممكن هيكون مع هاند اوفر المهندسه رضوى. فطبعا احنا ما عندناش مشكله خالص، احنا بالعكس شايفين ان واحده من طرق الحركه القدام للعماره في مصر وعموما في العالم هو التعاون لما بيكون ده مناسب يعني. في سؤال هنا، مريم العزبي، الطالب لما يتخرج المفروض يكون عارف ايه؟ والله المفروض يكون عارف حاجات كتيره، بس في نفس الوقت حتى لو مش عارف حاجات كتيره اللي هي الاساسيات يعني، انا مثلا في حاجات استفدتها قطعا من هندسه عين شمس، زي الفهم القوي حتى بالمقارنه لزمايلي بره اللي متخرجين من حاجات زي الاركيتكتشر اسوسيشن، او مراتي اللي هي متخرجه من البارتلت يونيفرسيتي كوليدج لندن، ودي واحده من اهم المدارس المعماريه على مستوى العالم. ومع ذلك لقيت ان احنا مثلا اللي احنا اتعلمناه في هندسه عين شمس زي المواد اللي ليها علاقه بالانشاء وخاص المواد والكلام ده كله بيدينا قدم سبق، يمكن هم سابقنا شويه في العلوم المتعلقه بالانسانيات والفلسفه، وده ناقص عندنا في المناهج التعليميه في المدارس المعماريه اللي هي بتنتمي لكليات هندسه اكتر. ولكن هي الفكره ايه؟ الفكره انه مش كم المعلومات هو المهم، هو الفكره احنا شغلانتنا معتمده على انك تسال الاسئله الصحيحه. يعني انت مهما درست دراسه ممتازه مش هتكون غطيت كل انواع المشاريع المعماريه اللي ممكن تقابلك في حياتك، فهي الفكره مش في كده. انت الفكره 5 سنين بتدرسهم، هيكون حظك مثلا انك عملت مره مبنى ديني، مره مبنى طبي، مره مبنى سكني. الحاجات دي مهمه لذاتها، لكن اهميتها الاساسيه مش لذاتها، اهميتها الاساسيه انك بتخلق طريقه تفكير وطريقه تساؤل، طريقه بحث، ازاي تسال. فلما يجي لك مشروع، يعني مره جالي مشروع متخصص قوي، مشروع معمل حفاظ على الوثائق التاريخيه، يعني معمل كونزرفيشن، فده حاجه متخصصه قوي، فيها عمليات معقده جدا وكده. فالفكره طبعا صفر معلومات عندي عن حاجه زي كده، لكن ازاي تسال الاسئله الصح اللي تخليك تعرف في النهايه تتوصل انك تتعامل مع الموضوع ده. فهي الفكره مش في المعلومات اللي انت تعرفها، يعني المعلومات مهمه وكل حاجه، بس هي الفكره في طريقه منهجيه البحث، وازاي تفكر، وازاي تسال، وتدور على المعلومه فين، وتحلل المعلومه دي بعد كده ازاي، وتوظفها ازاي. والكلام ده بيجي من خلاصه كل الحاجات اللي انت بتدرسها. يعني ممكن نتكلم على خلل مثلا في التكوين بتاع الناس اللي بتتخرج، هو ان الناس بتركز قوي 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 على ادوات زي السوفت وير والحاجات دي. طيب والفكر اللي هيشغل الادوات ده فينه؟ فالناس مثلا ما بتقراش، مش عايزه تقرا اي كتاب مش مكتوب عليه عماره. لا غلط، ده مش مظبوط. فهو الواحد لازم، كان في الدكتوره لبنى عبد العظيم من الناس اللي انا بعتز بيهم في هندسه عين شمس، كانت بتقول المعماري يجب ان يكون ذو ثقافه موسوعيه، يعني لازم تكون عارف حاجات كتيره جدا جدا. هو اللايف هيقطع دلوقتي علشان قرب من ساعه، فانا هرجعه تاني اول ما هيقطع، هعمل سيف وهرجعه تاني ان شاء الله. بس لكن هو ده اعتقد انه اجابه سؤالك، يعني اهم من ايه هي المعلومات اللي تعرفيها بالذات هي طريقه التفكير، والكلام ده بيجي من الاحتكاك بالعالم الخارجي، بالاحتكاك بالواقع، تعرف الثقافه بتاعتك، تخرج من الدوائر الضيقه بتاعتك وتتعرف على دوائر مختلفة جوه بلدك وبره بلدك، وتقرا، ويكون عندك صحبة بناس، يعني الناس من تخصصات مختلفة، يبقى ليك أصدقاء مثلا أطباء أو أي حاجة، تبقى مهتم باللي هما بيتكلموا فيه، أطباء، ناس بتتكلم في العلوم الشرعية، ناس بتتكلم في الرياضة، تبقى منفتح على كل المعارف.
اوكي. انا عملت سيف وشير يا اسراء، ارجو انك تاكدي عليا انه ده حصل. ازيك يا اسلام يا مشتولي يا عمده. طبعا علشان احنا بدانا اللايف تاني دلوقتي، فالاسئله في اللايف اللي فات كده راحت مني، لو حد عنده سؤال انا لسه ما جاوبتوش ارجو ان هو يكرره هنا. واحنا طبعا عدينا الساعه كده، فلو يعني ما حدش عنده اسئله هننهي، لكن لو حد عنده سؤال هجاوب عليه بكل سرور. لكن انا مش شايف الاسئله اللي انا ما جاوبتش عليها لسه. في احمد شكري بيقول انا طالب في سنه حاجه عماره، ما اعرفش سنه كام فراغ، ايه الكتب اللي تنصحني بقرايتها؟ ما انت مش باين في سنه كام، بس يعني عموما الكتب اللي انت محتاج تقراها او المجالات اللي انت محتاج تقراها، محتاج تقرا في كل العلوم المغذيه للعماره. فاحنا بنتكلم على حاجات ليها علاقه بالانشاء مثلا، فالنظم الانشائيه structure، خواص المواد، بنتكلم على تاريخ العماره، بنتكلم على نظريات العماره. عايز بقى كتب معينه في كل حاجه من الحاجات دي، يعني يعني ده صعب قوي ان انا اقوله من دماغي يعني كده، بس مثلا في سؤال صعب بصراحه ان انا اجاوبه، ما لو ان انا جنبي بعض الكتب هنا. يعني ممكن ابقى احضر لسته، نجاوب على السؤال ده ان انا احضر لسته وانزلها لكم احسن. بس قول لي انت في سنه ثانيه عماره. هحضر لستة وهحطها، لأن السؤال ده بيتبعت لي حتى كتير على صفحة دار عرفة. واحد بيقول ايه السبب من عمل تويست في مئذنة جامع بصونة؟ أحمد أحمد بيسأل السؤال ده. أنا كنت ذكرت إنه مسجد بصونة إجمالا النظام النسبة فيه أو البروبورشنال سيستم اللي هو مبني عليه هو كله متعلق بنظرية الخط المنسوب بتاعت ابن مقلة، اللي هي بتبتدي اللي هي باختصار ان كل 28 حرف او 19 شكل، لان 28 حرف هم 19 شكل في النهاية، لان عندنا الدال زي الذال مثلا والره زي الزاي، ف 19 شكل بتوع الحروف بتاع اللغة العربية كلهم بيرجعوا لوحدة واحدة اللي هي النقطة، تمام، اللي هي المجسم بتاعها، مجسم النقطة هو المكعب، تمام. وبعدين فدي نقدر نقول عليها الخلية الأساسية اللي بتكون منها كل بيطلع منها كل الحروف. وبعدين آدم الحروف دي أو اليارد ستيك أو المقياس بتاع كل الحروف دي هو حرف الألف اللي بيتكون من 7 نقط. اللي على فهو ده آدم الحروف، ده تعبير الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي، وده تعبير مش مجازي، يعني ده تعبير فهمه مثلا حسب كلام الدكتور أحمد مصطفى هو انه بقى هو المقياس، يعني الالف دي هي المقياس لكل الحروف، فالنقطة هي اللي بنعاير على اساسها بنطلع منها الالف، والالف بنطلع منها بقية الحروف. التويست اللي في المأذنة ده مش مقصود لذاته، هو جاي من فكرة معينة متعلقة بخواص النقطة من ناحية وبخواص الألف من ناحية. فالنقطة علشان نشوف النقطة بشكل غير مشوه، أقل فراغ حواليها أو صندوق ما يسمى بصندوق الفضاء هو نقطة ضعفها في المساحة، تمام. أنا مش للأسف معيش أي حاجة، أو ممكن بسرعة أجيب قلم وأرسم الكلام ده. معرفش هيبقى واضح ولا لا، لان ده قلم رصاص. فالنقطة هي اللي انا مشخبط عليها دي، واللي حواليها ده صندوق الفضاء بتاعها. فده مبدأ، يعني لو مفيش فراغ حوالين النقطة دي على الاقل بالمساحة دي اللي هي ضعف النقطة، ضعف مساحة النقطة، مش هتشوف النقطة بشكل جيد، هتشوفها بشكل مشوه.
ده كده المبدأ ده هو اللي أنا اعتمدته في عمل المسقط الأفقي للمئذنة. بعدين طب ازاي الكلام ده بيطلع في ال 3D؟ هو ده. ف مثلا في المئذنه بتاعت باصونه القاعده بتاعت المئذنه هي 3 متر 60 في 3 متر 60، وبعدين المربع فوق بيبقى متر 80 في متر 80، ده النص تمام، والارتفاع جاي من 7 نقط بتاعت ال 63، يعني ال 63 دي متكرره 7 مرات عشان يدينا الارتفاع، هو ده اللي خلق النسبه بتاعت الالف بتاعت المئذنة آسف، فهي قائمة على فكرة ليه علاقة بالنقطة وفكرة ليه علاقة بالألف، هو ده اللي ادانا الشكل. هل مفهوم ولا في سؤال تاني برضو من سوها بتتكلم gorgeous artwork behind you who's the artist؟ أحمد مصطفى هو الفنان، ممكن تشوفي شغله على فنون.com FENOON.com واللوحة دي اسمها Frolicking Horses بس هو عنده variations منها يعني. Why did I choose this work of art؟ لأنها يعني في بيتي جنب مكتبي، بس ليه هي عندي؟ علشان هو he's my father-in-law so otherwise I wouldn't have been able to afford it، يعني لولا ان هو حماية ما كنتش عارف انا اشتريها فهو الدهاني، لكن انا عندي البيت مليان اعمال تانية من اعماله كلها انا بحبها، لكن لاسباب اخرى فنية اني اكون هنا. انا ممكن دلوقتي امسك لازم التليفون يتشحن. اوكي اسراء بتجاوب the artist is احمد مصطفى. The spelling بس is M-O-U-S-T-A-F-A احمد مصطفى، so you can find him when you google him. بعدين فرح بتقول are there local and or international architects that inspire you or share a similar style as yours؟ I don't believe in style. أنا مش مؤمن بفكرة الستايل، لأن الستايل ده معناه إنه إحنا متمسكين بالحل النهائي اللي طلع، وأنا مش مهتم بفكرة الحل النهائي على قد ما أنا مهتم بمنهجية التفكير والتصميم. فأنا شخصيا لما ببتدي في مشروع أصلا ما بقاش عارف شكله هيطلع إيه في النهاية، يعني بيبقى عندي افتراضات معينة متعلقة بروح المشروع دوت والحاجات اللي أنا شايف إنها أساسية فيه، وبالتالي بتطلع يعني it's almost an exercise of form finding، يعني فبنلاقي الشكل أو اللغة في أثناء البحث، ما عنديش حاجة، فبالتالي أنا مش ملتزم، يعني مش بشوف حد معين وببقى عايز أعمل زي شغله. بيعجبني معماريين كتيرين جدا بس غالبا اللي بيعجبني في شغلهم هو طريقة تفكيرهم برضو والمنهجية اللي هما بيستخدموها او كمان القضايا اللي شغلاهم. فانا بحب مثلا واحد زي شيجيرو بان مثلا المعماري الياباني، لانه دايما مهتم بعمل اشياء بتخدم البني ادم، هو بيشتغل دايما على مشاريع ليها علاقة باسكان الطوارئ او مثلا ايواء الناس اللي في مناطق الزلازل او تسونامي او حاجة زي كده، وبعدين فهمه لاستخدام الخامات زي الخشب، هو دايما بيشتغل بالخشب او جزء كبير من شغله بالخشب، وفهمه للجيومتري فهم عميق. بحب واحد تاني برضو زي بيتر زومتر، مدرسة يعني ممكن تكون مدرسة تانية خالص، يعني طبعا برضو ده سؤال صعب جدا لان ناس كتيرة جدا انا بحب شغلها، بس مش علشان الستايل بتاعهم، يعني لازم نميز دايما الحكاية ديت علشان العملية البحثية بتاعتهم أكتر يعني.
فرح بتقول لي are you an art collector؟ والله ربنا رزقني ب بحماية ف by default I have so much art, I have so many works of art that I would have never been able to afford without having him as my father-in-law. So you, I have quite a collection. عندي مجموعة فنية كويسة. في سؤال من أحمد شكري بشكل سريع ممكن حضرتك تقول ما هي مراحل التصميم اللي بتمر بيها من بداية ما يجيلك المشروع لحد ما تسلمه؟ لما بيجي المشروع طبعا أول خطوة هي أصلا نشوف إحنا المشروع ده ملائم لينا ولا لأ, وهل بيننا وبين العميل وبيننا وبين الفكرة يعني مؤاملة. إن أنت لما تيجي تعمل مشروع بالذات لما بتشتغل بالطريقة اللي إحنا بنشتغل بيها بياخد وقت كبير, مش بنصرف وقت كبير, مش الوقت القياسي بتاع العمارة التجارية, فبالتالي بتبقى زي الجوازة يعني. فلازم تبقى متأكد ان الجوازة هتشتغل يعني, والجوازة هتشتغل يعني عناصر كتيرة يعني علاقتك بالعميل, يعني علاقتك بسؤال المشروع, لانك مثلا هتصرف سنة او سنتين من عمرك في المشروع ده, هل انت عايز سنتين تقعد تفكر في الاسئلة المتعلقة بالمشروع ده ولا لأ. فدي مرحلة الاختيار. بعد ما الاختيار بيتم بنبتدي ندور على لازم نزور المكان طبعا, عمري ما بصمم حاجة من غير ما ازور الموقع بتاعها, وابتدي اشوف ايه المعطيات بتاعت الموقع دوت على المستوى القريب يعني الماكرو والمايكرو يعني على مستوى الموقع بس على مستوى البيئة المحيطة بيه من كل النواحي بقى, حتى كتاريخ كثقافة كمجتمع, ونتكلم مع الناس نفهم مخهم بيفكر ازاي, ايه المميزات اللي عندهم, ايه الحاجات اللي ممكن تكون مش مميزات بقى سلبيات او اشياء هم نفسهم حتى يغيروها او هيغيروها لو انت شاورت لهم عليها برفق طبعا, ايه اللي انت ممكن تتعلمه منهم. فده مثلا على مستوى الاجتماعي والمجتمعي. وفي بقى طبعا برضو المعطيات بتاعت المكان من نواحي تانية زي الجغرافيا والتاريخ, المواد الانشاء المتوفرة في المكان. طبعا في حاجات أساسية زي الدراسات البيئية زي مثلا حركة الشمس والرياح كل الكلام ده, دي أساسيات, دي لازم تكون في شغل أي معماري يعني. فبعد كل ده ما بيتم بيبتدي يظهر عندك مجموعة من الحاجات اللي هي أنت مش متحكم فيها يعني, هي أشياء ثابتة كونية زي الشمس بتطلع منين وبتلف منين وتنزل وتغرب فين. فأنت ببتدي مثلا على اللوحة بتاعتي ببتدي مانيول الأول, بنزل كل المعطيات الثابتة اللي مش هنعرف نغيرها زي المباني الثابتة حوالينا زي حركة الشمس زي حركة الريح, المباني اللي حواليا بالارتفاعات بتاعتها كل الكلام ده. وبعدين أبتدي أفكر في المشروع ده عايز يعني أو لما يحصل هي المفروض يضيف إيه أو يقول إيه. وطبعا برضو دي أسئلة الإجابة عليها ليها علاقة بانت فين وبتعمل ده لمين وكل الكلام ده. بس فبتبتدي رحلة بحث يعني بطرق مختلفة, منها قراية منها احتكاك بالناس ومصادر المعرفة الواقعية نزول وزيارات للموقع, وبعدين الرجوع للوحة الرسم علشان تبتدي تعمل تفاعل ما بين كل المعلومات اللي انت استخلصتها سواء بقى من الكتب سواء من الاحتكاك بالموقع او الناس, وتبتدي تستكشف. فبتشتغل بقى شفافة فوق شفافة لحد ما تبتدي تلاقي فكرة خيط معين بتمشي وراه. كل ده انا بشتغله بايدي, واحيانا طبعا بستعين بمكتات يعني نماذج مجسمة استكشافية مش بغرض العرض. وبعدين بندخل معانا الكمبيوتر برضو وبس لحد ما العملية بتبتدي تنضج وتبتدي تشيل من افتراضاتك الاولية الحاجات الغير مناسبة وتحتفظ بالحاجات اللي اثبتت فعلا علاقتها وجدارتها, وبيطلع المشروع. لحد هنا بنكون دي مرحلة التصميم اللي هي بتوصل
لمستوى معين من النضج، لو اتبنت زي ما هي كده مش هتبقى وحشة. لكن انا بستغل فرصة ان انا كمان اللي ببني اللي انا بصممه، فببقى سايب مساحات بيضة شوية في المشروع ليها اكتر من احتمال. مدام هي مش هت يعني مدام ممكن القرار النهائي فيها يتأجل بسيبه لآخر لحظة، زي قبة جامع بصونة مثلا. في التصميم خلاص انا عارف ان المكان ده هيبقى فيه قبة مركزية، لكن ممكن القبة المركزية دي كانت تتحل بطرق مختلفة كتيرة جدا. فانا عملت حل زي ما بيقولوا كده، حطيته في الصندوق، عملت حل معين وركنته، هعمل ده وهيبقى كويس. لكن من هنا لحد من ساعة ما خلصت التصميم واحنا بقى بدأنا دلوقتي نحفر ونصب الخرسانة ونعمل الهيكل ونبني الحيطان، لسه ما وصلناش للقبة. كل بقى الفترة دي مثلا ممكن تبقى 4-5 شهور انا بفكر في احتمالات تانية، وبالذات ان الاحتمالات دي بتتكثف مع ان المبنى ابتدى يتبني فعليا، فكأني باني مكات واحد لواحد، مجسم واحد لواحد، وبقيت متواجد اكتر بشكل يومي في الموقع، فبقى بيجي لي الهامات تانية مختلفة او معلومات باخدها من خلال تواجدي المكثف في الموقع بتوصلني القرارات افضل. فهو ده اللي بيحصل. فيبقى احنا جزء كبير جدا، مش جزء كبير، جزء مهم من التصميم بتاعنا ممكن يكون بيحصل في فترة التنفيذ نفسها. وطبعا ده مش ممكن في كل المشاريع، يعني مثلا حاجة زي كده مش ممكنة في مشروع زي بيت مصر في باريس، لانه ده ليه طريقة تقليدية رسمية، لازم تبقى مصمم مسلم كل الرسومات وكل حاجة، فصعب جدا يعني نسبة التغيير فيه تكون حاجة طفيفة جدا جدا، في ميزانيات وفي كده، فمش كل المشاريع بينفع فيها كده. لكن الحمد لله انا كنت محظوظ لحد دلوقتي بالذات في حاجة زي بصونة ان يكون عندي المرونة دي. فأرجو أن يكون ده جاوب على سؤالك برضو. فرح: What is lacking in our creative community in your opinion and how do you propose to address this؟ إيه المفتقد في مجتمع الإبداعي بتاعنا وإيه اقتراحاتك علشان نحسن الموقف يعني؟ والله ممكن تكون أكتر حاجة هي التفاعل ما بين الناس المختلفة، التفاعل الجاد يعني، مش مجرد الظهور مع بعض مثلا في حفلات أو على غلفة مجلات مع بعض أو كده. فأنا شايف أنه لازم الناس تتكلم مع بعض أكتر، والكلام ده مش بس ما بين المعماريين وبينهم وبين بعض أو أي فئة من فئات الناس اللي بتبدع، لازم يكون في حوار فكري متنوع. يعني نرجع تاني للسؤال بتاعي بتاع الإلهام مثلا، الإلهام بتاعي جاي من مثلا المعايشة لواحد زي الدكتور أحمد مصطفى فنان، والمعايشة لأستاذي المعماري طارق أبو النجا اللي هو عمارة مباشرة، اللي احنا على فكرة بنتكلم مع بعض في حاجات تانية كتيرة غير العمارة، مش العمارة بس، بنتكلم مع بعض في الفلسفة، نقاشات كتيرة بيننا مثلا بيني وبين طارق أبو النجا هي اللي أدت ان انا اروح ادور على اجابات معينة لحاجات متعلقة بالفلسفة وعلم الكلام والدين، فخلتني اروح الازهر، الجامع الازهر نفسه. في الوقت ده كان في دروس بيعملها الشيخ علي جمعة، ما كانش لسه مفتي، يعني قبل ما يبقى مفتي بسنة، وبعدين بعد ما بقى مفتي حتى كنت بروح أحضر من الفجر، بسمع حاجات في أصول الفقه والعقيدة وعلم الكلام والمنطق، أو دي حاجات كلها ممكن تبدو من بعيد إن ملهاش علاقة بالعمارة، لكن هي الكلام فيها بالذات حاجة زي أصول الفقه. أصول الفقه مختلف عن الفقه، ممكن تدوروا على تعريفه، لأنه أصول الفقه هو عامل زي العملية التصميمية المعمارية بالظبط، ازاي تعمل اختيارات معينة وتشوف مقالاتها، يعني تشوف هتوديك لفين بعد 10-20 خطوة، زي لعب الشطرنج بالظبط. فالمفتقد في المجتمع الإبداعي بتاعنا هو التواصل مع أنواع مختلفة من المفكرين والباحثين، سواء من جوه الطائفة نفسها يعني معماريين أو غير معماريين، لازم يكون في تواصل أكتر. الناس هنا شوية مقفلة على بعضها، ما بتتكلمش مع بعض كتير بشكل جاد، او على الاقل ده اللي في تجربتي يعني، ولو ان في السنة اللي فاتت بسبب السنة اللي فاتت
بسبب اللي حصل السنة اللي فاتت وأنا كنت عايش بقالي 10 سنين برا مصر، فيعني كنتش محتك قوي. لكن السنة اللي فاتت حصل بيني وبين زملاء معماريين كتير احتكاكات كبيرة مفيدة ونقاشات جميلة جدا. كريم الحيوان مثلا عمرنا ما بنقعد مع بعض غير ويبقى فيه فايرووركس، يعني زخم تفكير رهيب جدا. فأنا ممتن لي على ده وغيره من الزملاء. فلازم الناس تقرب من بعض ويبقى عندها ثقة أكتر في بعض وتتكلم مع بعض، ويكون ده بشكل جاد، ما يكونش تضيع وقت يعني والمجرد الـ 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 يعني الظهور بمظهر معين. يعني نانسي أسامة بتقول I couldn't find the previous life so please can you post it again. أعتقد إن هو اتحط، وممكن لو إسراء بعد إذنك لو تأكد لنا إن هو موجود، لأن أنا عملت سيف وشير. أحمد عبد الوهاب In your opinion what is the identity of Egypt? A very complicated philosophical quest but if you can answer it in brief. In brief هو بيسأل على في رأيي إيه هي هوية مصر، وبيقول طبعا ده سؤال فلسفي مركب ومعقد، لكن عايز إجابة مختصرة. الإجابة المختصرة اللي أنا بحبها قوي هي إجابة جاوبها طارق أبو النجا يعني نظريا وعمليا. في لو تعرفوا تشوفوا المشروع بتاعه اللي عمله في بينالي فينيسيا سنة 2000، فالإجابة بتاعته اللي أنا بحبها جدا وأنا متفق معها جدا هي continuity، هي الاستمرارية. أن مصر فيها استمرارية معينة، يعني مصر من الأمثلة الواضحة جدا، وحتى شفالر دي لوبيتش مثلا اللي هو المفكر الألزاسي اللي درس معبد الأقصر سنين بيتكلم عن نفس الحكاية، بيتكلم على أن مصر مش لو فكرنا فيها كموقع جغرافي بس وأن هم 100 مليون دول أو كده هيبقى بنقزمها قوي. هي مصر ظاهرة ليها خصائص معينة من ضمنها فكرة الاستمرارية، ففي لب معين، في جوهر معين للشيء اللي اسمه مصر ده كان موجود أيام المصريين القدماء واستمر حتى تحت الاحتلال الأجنبي المتكرر اللي حصل، وبالعكس كان أثر في المحتلين. يعني مثلا زي البطالمة لو اعتبرناهم ان هم محتلين، لأن أنا شخصيا مثلا مش بعتبرهم محتلين لأن هم جم وعايشوا الشعب دوت واحترموه وجابوا معاهم بعض المدخلات من الحضارة الهيلينية، لكن تأثروا برضو جدا بالحضارة المصرية. ففي خيط مستمر في تفكير أو في الظاهرة المصرية بغض النظر عن نظام الحكم اللي موجود من وقت المصريين أو مثلا الفرس المحتلين أو دخول العرب والمسلمين أو الفترة القبطية أو الأنواع المختلفة بتاعت المسلمين. عندنا مماليك، عندنا أيوبيين، فاطميين، في خصائص يعني مستمرة. هي مثلا من ضمنها مثلا إنه المكان ده مكان عنده بعد غيبي قوي جدا ميتافيزيقي. فمثلا لما نبص على الحاجات المهمة في الحضارة المصرية القديمة هنلاقيها كلها متعلقة، يعني إنجازات معمارية متعلقة بالبحث في عالم الغيب، ما وراء الحياة، ما بعد الحياة. نفس الحكاية هنلاقيها عند المسلمين في الأضرحة وفي المساجد، اللي هو مسجد ده بوابة بتربط ما بين الحياة الحالية والحياة الأخرى. نفس الحكاية في الكنائس وفي الأديرة. فمثلا الاهتمام بالبعد الغيبي ده شيء مستمر وزيه حاجات كتيرة جدا، بس أنا بجاوبك باختصار اهو. فهي الاستمرارية، الشخصية المصرية شخصية مستمرة بيظهر عليها أحيانا بعض فترات الاضمحلال والركود زي الأوقات اللي احنا قريبين منها اهو، ولكن الاستمرارية دي هي اللي لما ربنا بيأذن ان هي يكون ليها صعود اخر. الظاهرة المصرية هي دي اللي بيجي اولادها او حتى ناس مش من اولادها بيروح يدور على ايه هي الظاهرة المصرية دي، بيفهمها وبيبتدي يطلع بيها، يعني يعمل فيها بعث من اول وجديد. والبعث ده مش ان احنا نروح ناخد الاشكال القديمة ونكررها زي ما هي لو احنا بنتكلم على بعث معماري، ولكن
ازاي نطلع الحاجات الثابتة الغير متغيرة اللي هي يعني اللي هي مخصوصة بالظاهرة اللي موجودة في المكان والزمان ده. ده سؤالك. في سؤال تاني. Can you restart the connection؟ أنا آسف أنا ما شفتش الكلام ده. طيب أنا هعمل end و لحظة واحدة بس أشوف أسراء بتقول لي إيه. الكونكشن وحشة. طيب أنا آسف لحظة واحدة هعمل restart. فهعمل end. طب ازاي اعمل سيف؟ لو انا عملت end دلوقتي اعمل سيف ازاي؟ end. يأتيكم برعاية أوحش إنترنت في العالم. عايزين كلنا نعمل شكوى جماعية على الشركة اللي مش هنقول اسمها اللي بتعمل إنترنت وحش قوي. طبعا ما حدش عارف أنا بتكلم على شركة مين، لأن هي في 20 شركة عندنا بيعملوا إنترنت في مصر، فهنتوه. وفيلم ماي ديزاين مش مسؤولين عن كلامي. أنا اللي بهاجم شركة الإنترنت. تمام. واحد بيقول انا بلطم بسبب ان النت بيفصل كل شويه. هو اللايف هيتسجل؟ اللايف هيتسجل ومفيش داعي تلطم. ممكن تروح تلطم لهم هم على وشهم. دعوه للعنف. اوكي. انا طبعا كده لو كان في اسئله في اللايف التاني ف راحت الأسئلة، فلو حد عنده سؤال تاني أجاوب عليه. فرح بتقول لي لو سمحت جاوب بسرعة على السؤال التاني المتعلق بالحضارة المصرية لأنه تقريبا ما تسمعش. أنا كنت بقول إن أفضل إجابة أنا بحبها على الموضوع ده هي الإجابة اللي أنا سمعتها زمان وأنا شاب صغير خالص لسه متخرج في محاضرة لطارق أبو النجا في سنة 2001 قبل شهرين من تخرجي، وكان بيتكلم على مشروع جناح مصر في بينالي فينيسيا سنة 2000، وكان اللب بتاعها في كلمة واحدة هو continuity الاستمرارية. فإنه اللي بيلخص الحضارة المصرية أو الظاهرة المصرية هو الاستمرارية، إن في مجموعة من الخصائص اللي أنا ذكرت منها على سبيل المثال في اللايف اللي فات، بس الصوت واضح كان بيقطع، هو فكرة الاهتمام بالميتافيزيكس أو بالعالم الغيبي، وازاي ان هو ده المحاولة على اجابات الاسئلة الكبرى الغيبية هي جزء لا يتجزأ من الشخصية المصرية، سواء بقى مصري قديم سواء بطلمي سواء في الحضارة المصرية القبطية المسيحية او الحضارة المصرية الاسلامية بكل تنويعاتها. طبعا ممكن يستثنى من ده بقى عصور الاضمحلال اللي هي احنا ما بنجاوبش فيه على اي سؤال جاد اصلا، اللي هو شبيه من بالعصر اللي احنا فيه ده للاسف. الاسئله المعماريه مش جاده كفايه لو احنا بنتكلم على هويه الهويه المصريه طبعا من ناحيه باب العماره، وهي يعني العماره او اي نوع تاني من انواع الفنون، الشعر، الادب، الحاجات دي كلها هي ميديومز، هي مجالات تعبير عن اللي بيشغل بال الجماعة دي من الناس أو المجموعة دي من الناس اللي هم اسمهم مصريين أو اسمهم سوريين أو اسمهم روس. الكلام بتاعهم ده بيظهر في إنتاجهم للأفلام، بيظهر في إنتاجهم للعمارة، في الشعر، في الأدب، في النثر، في أي حاجة. فأنا بعتقد أنه اللي بيميز الهوية المصرية هي فكرة الاستمرارية برغم فترات الانقطاع القصيرة اللي القصيرة نسبيا، يعني اللي احنا بنتكلم على حاجة عمرها 7000 سنة او 5000 سنة، فيبقى 100 سنة بمحلال دي ولا حاجة. وده برضو لازم نفكر فيه علشان ده بيدينا امل انه رغم ان اللي احنا مثلا عصرناه في فترة قصيرة بتاعت حياتنا
شيء غير مشجع، لكن هو لأنه في شفرة وراثية حقيقية. وممكن ترجعوا في ده حتى لمناقشة حصلت بيني وبين كريم الحيوان في الجامعة الأمريكية القديمة في القاعة الشرقية. كانت مناقشة round table conversation عن الهوية المصرية في العمارة، مسجلة، ممكن أبقى أحط لكم اللينكس بتاعتها علشان دي بقى ممكن تبقى الإجابة المطولة. ما أعرفش حد سأل سؤال تاني. أحمد عبد الوهاب بيقول أرجو أن تكون إجابتك على الهوية المصرية تسجلت. أيوة اللي فاتت تسجلت، وأنا عدت الإجابة دلوقتي باختصار، يعني اختصار مخل، لكن يعني ممكن أهو شاورنا على حاجات أساسية. دانيال كالدس بيسأل قريت كتب إيه مؤخرا وعجبتك أو لو عندك. أنا ببقى بقرأ أكتر من كتاب في نفس الوقت، لكن ممكن الكتاب اللي أنا يعني شغلني قوي دلوقتي هو واحد من كتب شفالر دلوبتش، آسف، ريني جنو، وهحط لك العنوان بتاعه علشان مش فاكره بشكل دقيق دلوقتي، عنوان طويل، بس اللي هو ممكن تلاقي نوت من النوتس بتاعتي مكتوبة قبل كده على صفحة دار عرف العمارة من الكتاب ده نفسه، اللي فيه باب اسمه باب رمزيات القبة أو the symbolism of the dome. فأنا وعدتكم أن أنا هحط الريكومنديشنز بتاعتي أو التوصيات بتاعتي للكتب لطلبة العمارة عموما، وهحط غلاف الكتاب ده كمان إن شاء الله مع صورة فنجان قهوة وتفكير عميق علشانك يا داني. حد عنده أسئلة تانية ولا نروح؟ احنا مروحين، بس يعني نروح خالص. اعتقد كده محدش عنده أسئلة، مش كده؟ ولا هو قطع تاني ولا ايه؟ So we are wrapping up. If anybody else has a question, otherwise we are going to wrap it up. شكرا يا سولوم. إسراء عارفة ان انا بنام بدري، بس انا شربت قهوة قبل السيشن، فمش بس ما حدش بيسأل، فخلاص يعني اكمل انا بقى مع نفسي. اوكي خلاص، اعتقد ان كده تمام. اشكركم جميعا على حسن الاستماع، وشكرا جدا لإسراء والندى والفرح ولكل الناس اللي شاركت معنا بالأسئلة. ونشوفكم بخير إن شاء الله، ومش هنسى أعمل سيف وشير يا إسراء. أوكي شكرا، تصبحوا على خير.